بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم أحد الأدوات اللي كنت أستخدمها في مختبري في السابق لحفظ بعض العينات التي أستخدمها في مختبري. طبعا هذه أحد الأدوات اللي كنت أستخدمها في السابق، كنت أحفظ فيها تجارب الطفيليات اللي كنت يعني أسويها. تفتحها عن طريق، ممكن تعبي 5 فصائل وتقارنها وتدرسها بشكل مفصل، وبعدها تغلفها وتجي اليوم الثاني تعمل بعض التجارب عليها. مثل ما تلاحظون سعرها لا يقل عن 15 ريال، ممكن تشوفونها في بعض المحلات اللي تبيع الأدوات البلاستيكية. وأنا أنصح يعني الباحثين يعني بعملية البحث الاقتصادية، يعني لا تكلف على نفسك فوق طاقتك. مثل هذه الأشياء ممكن تشوفها في محلات البلاستيك، ويعني وتقوم بتجارب كبيرة جدا بهذه الأدوات. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نعرض لكم بعض الأشياء اللي راح نستخدمها في مختبري في الفترة القادمة.